بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أبطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث متواتر عند المسلمين بما يفيد القاطع والعلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. الموضوع الليلة عطفا على ما سبق في سلسلة المحاضرات التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في رحاب القرآن الكريم، بمعنى أنه لم يكن بالبال من قبل أنه أتحدث عن هذا الموضوع بهذا التفصيل، ولكن سبحانه وتعالى من حيث أدري ولا أدري كأنما وقعنا في هذا المجرى والمسار، وذلك لحكمة ربانية الآن يتبادر إلى ذهني. ربما حكمة ذلك أنه الحديث يكون عن القرآن بالخصوص، لأن القرآن شريك صاحب الزمان، كما أنه صاحب الزمان شريك القرآن. عندما نزور الحجة روحي فداه نقول: السلام عليك يا شريك القرآن. وبما أنه وعدنا، والله صادق الوعد ولا يخلف وعده، بأن الأرض سيرثها عباد الصالحون، وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا من ننتظره، وهو من ولد فاطمة عليه الصلاة والسلام، والعالم كله بانتظار المصلح العالمي في آخر الزمان. لذا الناس كلها تتهيأ لظهور هذا المصلح. سند هذا المصلح هو القرآن شريكه. فعندما لم نصل إلى أحد الشريكين لم نره فعلا في زمن الغيبة الكبرى، حرمنا من لقائه، وإن كان بإمكاننا أن نصل إلى لقياه وملاقاته والتشرف بخدمته، ولكن الذنوب هي التي تحجب عنا وعن، كما ورد في الأحاديث الشريفة عندما يقول علي بن إبراهيم بن مهزيان أنه لماذا الإمام محجوب عنا؟ فقال له خادم الإمام: أنتم المحجوبون عن الإمام، الإمام ليس محجوب عنكم، أنتم حجبتكم الذنوب. وكما أنه في قصة علي بن مهزيار الحجة عليه الصلاة والسلام يذكر هذا المعنى، أنه لولا ذنوبكم لكنتم تتشرفون بلقاء الحجة. على كل حال فعلا احنا نريد نصل الى دولة العدل الذي وعدنا، وعدنا الله بها. فأشعر والله العالم لا أدري أنه بحوث القرآنية الآن، لا سيما أشوف في الجمهورية الإسلامية أكبر ظاهرة قرآنية عجيبة تصير، ولو ظاهرة ظاهرية، وهو حفظ القرآن، مجالس القرآن، هذه إنما هي ظواهر ظاهرية للقرآن الكريم، ولكن كل ظاهر له باطن. إحنا من وراء ظاهر القرآن نريد أن نصل إلى بطون القرآن، إلى معاني القرآن،
إلى حقيقة القرآن، إلى لطائف وإشارات القرآن. القرآن له عبارات لعامة الناس، له إشارات للخاصة للخواص، وله لطائف للأولياء، وله حقائق للأنبياء. فنحن نريد أن نصل إلى حقيقة القرآن، لأنه دولة الإمام عليه الصلاة والسلام هي دولة قرآنية، يعني حكومته حكومة قرآنية، باعتبار القرآن يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. إذن الحكومة راح تكون حكومة قرآنية. الآن أكثر حكوماتنا، بل ربما كل حكوماتنا، حكومة قرآنية بتمام المعنى، طابق النعل بالنعل ما عندنا. لأنه أكثر الحكومات تشوفها بالأحوال الشخصية، إنما قوانين قوانين وضعية بشرية، يعني البشر يضع هذا القانون. الآن قوانين البلديات، مثلاً قوانين المحاكم اللي يبتلى الإنسان بها بعض الأحيان، لما يحكم يحكم بقانون بشري. حتى في جمهورية الإسلامية يشوف كثير من الأحكام إنما هي أحكام بشرية، إنما هي أحكام استنباطية استنبطها البشر. أما أنه قرآن 100% حد ما يمكن أنه يدعي ذلك إلا في ظهور الحجة. في أيام الحجة نعم الحكم قرآني 100%، 100% سيكون الحكم قرآني، لأن القرآن يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ودولة دولة إسلامية عالمية في كل العالم، في كل ربوع الأرض، دولة الإمام المهدي. إذن ستكون دولة إسلامية بمعنى أنه تكون دولة إلهية، بمعنى أنه يحكم المؤمن وليس يحكم الكافر. ليست حكومة كافرة ليبرالية علمانية شيوعية ما أدري، هذه المدارس اللي الإلحادية اللي موجودة، المدارس الشركية اللي موجودة، ماكو شرك ماكو كفر، كله إيمان كله تقوى. لذا شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إحنا نتوجه إلى القرآن أكثر فأكثر. قال ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا، معناته شنو مفهومه؟ أنه إذا لم تتمسكوا بهما ضللتم، هذا الضلال الأول، هذا الضلال التام. لا تمسكنا بالقرآن ضللتم أيضا، لأنه قال بهما بالثنين. لا تمسكتم بأهل البيت، أصيح يا حسين يا حسين وعوف القرآن، هذا أيضا ضللتم، هذا ضللتم، صح يا حسين يا حسين يا علي يا علي وتعوف القرآن، هذا أيضا ضللتم. ليش؟ نقول بهما ما أنت مسكتم بهما بالثنين. لذا إذا يعني أربع حالات موجودة، القرآن والتمسك بالقرآن وبالهد أربع حالات. لو أنا أتمسك بالثنين فأنا من الناجين، أنا من المهتدين، لن تضلوا بعدي أبدا. لو لا أتمسك بالثنين هذا حتما من الضالين المضلين. لا أتمسك بأحدهما بالقرآن دون أهل البيت أو بأهل البيت دون القرآن، هذا أيضا من الضالين المضلين، هذا أيضا ضال مضل. لذا نحتاج أنه نتمسك بهما. فحينئذ عندما نعرف أهل البيت بهاي المقامات العظيمة، نشوف لما نتكلم عن أهل البيت ومحبة أهل البيت ولا أهل البيت، واقعا كلتنا الآن أكثرنا حتى أولادنا الصغار الحمد لله من بركات هذه المجالس، بالخصوص المجالس الحسينية، نشوف كلهم عندهم فد إلمامة وعندهم فد أرضية خصبة جدا بالنسبة إلى محبة أهل البيت ولا أهل البيت، عظمة أهل البيت، معارف أهل البيت. لكن في القرآن ربما مثلا تسأله تلك قسمة ضيزة، شنو يعني ضيزة؟ ميت ما معناته شو؟ تلك قسمة ضيزة يعني شنو؟ وآية من الآيات لمن تسأل الشباب أصلاً بعض الأحيان تلفظها ما يقدر يتلفظها، هذا معناته أنه بشريك صاحب الزمان قد قصرنا حينئذ. إحنا المفروض أن لا نكون من المقصرين، لا بالحجة عليه الصلاة والسلام نذكره دوماً، وكذلك بشريكه. دول شركة اثنيناتهم، دول اثنيناتهم يديرون العالم، كلاهما حجة الله على الخلائق. القرآن يشهد عليك يوم القيامة، والحجة عليه الصلاة والسلام يشهد عليك يوم القيامة، كلاهما حجة الله. هناك من يتخذ القرآن مهجورا،
هناك من يتخذ صاحب الأب مهجورا، لا يذكر صاحب الأب لكن يتخذ القرآن مهجورا، هذا ممنوع، هذا لم يؤدي الحق، لم يؤدي حق صاحب الزمان. صاحب الزمان يقول أدي حقي وهو القرآن معي، أنا مع القرآن والقرآن معي، فإحنا اثنين لا بد منه. لذا هذا الإقبال الذي يصير على القرآن هذا عناية ربانية مقدمة للظهور، حتى العالم كله يعيش حياة قرآنية، طبعا قرآنية بشرط أهل البيت، أهل البيت بشرط القرآن، يعني لا يمكن لأحدنا أن يستغني عن أحدهما عن الآخر، مستحيل، فهو الضال مضل. أنا ليش أتلو القرآن؟ أنا أتلو القرآن لأنه وراء يقول أفلا يتدبرونه، يحتاج إلى تدبر وتأمل، أم على قلوب أقفالها، الله وبخ أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرون، الله وبخهم، الله وبخهم، توبيخ هذا توبيخ إلهي، توبيخ إلهي كلش خطر، أنه الله سبحانه وتعالى يوبخ البشر الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر ولا يتفكر، ما يفكر بالقرآن، أنه القرآن شنو يقول، القرآن كتاب حياة، كتاب هداية، كتاب سعادة. فأنا اسمحوا لي الليلة أريد أحدثكم عن القرآن من القرآن نفسه، القرآن في القرآن، لأنه بعض الأحيان إذا تريد تعرف لك واحد أنت تعرفه لأنه ذلك مجهول، فمجهول تعرفه للأمة للناس مثلا لصديقك فلان ابن فلان تعرفه، تارة هكذا، تارة له هو عنده في الشخصية بحيث هو يعرف نفسه، هو يعرف نفسه، إضافة إلى أنه أهل البيت يعرفون لنا القرآن، الرسول الأعظم يعرف لنا القرآن، أمينهم يعرف لنا القرآن في نهج البلاغة، أحاديث كثيرة في تعريف القرآن من أهل البيت وكذلك من علمائنا، أصله هو القرآن نفسه يعرف نفسه، يقول لك أنا أعرف نفسي أنا منه، أنا القرآن الذي بين يديك الآن أنا منه. روي عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. فقيل له: يا ابن رسول الله، فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، لا يفترقان إلى يوم القيامة، والإمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالليلة نريد أن نكون في رحاب القرآن من حيث القرآن نفسه، القرآن في القرآن. تدرون القرآن بتقريبا 66 اسم من القرآن نفسه، يعني 66 اسم موجود في القرآن الكريم لنفس القرآن، الاسم يدل على مسمى، تارة الاسم ارتجالي لا يدل على مسمى، أما تارة الاسم انتقالي نقلي يدل على المسمى، تارة لما يولد لك مولود شن سميه؟ سميه كريم، سمي حاتم، تارة هكذا، هذا يسموه اسم ارتجالي، ما تنظر إلى شيء، تارة لا نقول شو نسمي، يقول سمي علي، لأنه أنا أريد يكون تبركا باسم أمير المؤمنين، الأسمي ولدي علي، هذا انتقالي، هذا إنما سميته باسم أمير المؤمنين حسين، باسم الإمام الحسين، فحينئذ يكون الاسم تارة ارتجالي تارة لا انتقالي. أسماء القرآن مو ارتجالية، يعني الله سبحانه وتعالى مش ابتداء سمى القرآن اسم العظيم، لا، أقو به مسمى من أجل ذلك المسمى جعل له الاسم،
أكو إلى مسمى. عندما نقول فلان صلي خلف العادل، مو يعني اسم عادل، يعني صفته عادل، يعني معناته أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، أو أنه لا يعمل الكبائر ولا يصر على الصغائر فيكون عادلا فصلي خلفه. إذا ترى اسم عادل، عادل علوي، ترى لا، وصفه وصف عادل، عدالة. فالمطلوب في صلاة الجماعة مو أنه اسم عادل، المطلوب وصفه. القرآن عندما يجعل اسم له، الله يجعل اسم إله، هذا الاسم وصفية، يعني من وراءكم معاني. 66 اسم للقرآن الكريم موجود، كل واحد من هذه الأسماء ألفت معنى، ألفت حكمة، ألفت سر، ألفت فلسفة. لابد أن نقف على ذلك من القرآن نفسه. القرآن إلى قدسية، إلى روحانية، إلى فنكهة ربانية إلهية. شلون أعبر؟ شوف مسيحية واحدة أمريكا، هذا قرأتها في يعني يذكرها دزغير رحمة الله عليه، شهيد دزغير في كتابة قصص، يقول واحدة أمريكية في بلدة أسلمت بنفسها، ما حد ما قالها، هي واحدة أسلمت. فهذا صار سبب أنه يسألون عن سبب إسلامها، أنه هي الوحيدة في البلدة اللي أسلمت. ليش؟ ليش اختارت الإسلام؟ فقالت في لقاء صحفي أنه أنا كنت في عالم الرؤى، رأيت شخص جاني روحاني قال لي أنا من الشرق، هي بالغرب أمريكا، قال أنا جايبك من الشرق. طبعا هي شو تقول؟ تقول أنا منذ طفولتي كان عندي في قرارة نفسي، في فطرتي، أنه التبرج في شيء مو زين. لما أشوف النساء متبرجات، مسيحيات متبرجات، تقول في نفسي أشوف هذا عمل مو صحيح، أنه المرأة تتبرج أمام الرجال، تتعرى أمام الرجال، أشوف هذا عمل مو إنساني، هذا عمل حيواني في نفسي وأنا طفلة. تقول هواية من هالقضايا أشوفها ما جد أرتاح لها نفسيا، بس خوب أنا باعتبار مسيحية كاثوليكية ومحيطي محيط مسيحي أعيش مثل البقية، حشر مع الناس عيد، لكن في قرارة نفسي ما مرتاحة. إلى أن كبرت وأنا في قرارة نفسي ما مرتاحة من هذا الوضع اللي عندي، من هذا الدين اللي عندي. إلى أن يقول في يوم فرأيت في عالم الرؤى أنه رجل روحاني قال لي أنا من الشرق، وأعطاني كتاب قال نجاتك في هذا الكتاب. تقول أخذت الكتاب استيقظت، الكتاب شنو ما أدري. ثلاث سنوات تقول أنا أبحث عن هذا الكتاب، ثلاث سنوات أبحث عن هذا الكتاب اللي شفته بالنوم ما لقيته. ورا ثلاث سنوات في سفرة من السفرات في الباخرة التقيت برجل هندي قال لي أنا مسلم، فأنا حكيت للمنام. يقول طلع من جيبه في الكتاب، قال لي شوف هذا الكتاب. يقول بمجرد ما شفت الكتاب شفت هذا الكتاب اللي بالنوم شفته، هو هذا نفس هذا الكتاب اللي رأيته من قبل ثلاث سنوات وأنا أبحث عنه، هو هذا الكتاب نفسه. يقول هو يفرحت، قلت هذا الكتاب شنو؟ قال هذا الكتاب قرآن، قرآن المسلمين. فقلت له يمكن أنه تهدي لي هذا الكتاب؟ قال إيه طبيعي أهديك هذا الكتاب، هدية مني إليك. تقول أخذت الكتاب وذهبت إلى المكتبات وبحثت عن تفسير وترجمة هذا الكتاب، إلى أن لقيت ترجمة إنجليزية، فبقيت أطالع هذا الكتاب إلى أن عرفت أنه الدين الذي أبحث عنه هو هذا. فآمنت بالله وآمنت بالإسلام وقلت الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب النجاة القرآن، قصة شبيهة إلها سيد قطب ينقلها في كتاب في ظلال القرآن المجلد الرابع على ما في بالي صفحة 422، ينقل قصة. يقول أنا ما أريد أحدثكم عن ماضي، أحدثكم عن ماضي ومعجزات القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن عن الماضي، أحدثكم عن نفسي، أنه أنا ركبت في سفينة، إحنا 6 نفرات في سفينة بينا 120 نفر كلهم مسيحيين، بس إحنا 6 مسلمين نروح لأمريكا. يقول واحد كشيش قسيس بالباخرة يحاول أنه أهل الباخرة كلهم يجعلهم من المسيحيين، فيقول ده يشتغل علينا 6، فإحنا كنا في عذاب من هذا القسيس أنه هذا إيش ده يسوي بالسفينة، ده يأذينا. يقول صار يوم الجمعة، يوم الجمعة اقترحت على الجماعة اللي إحنا 6، قلت لهم تعالوا نصلي صلاة الجمعة بالسفينة. أخذنا إجازة من الكابتان على أنه نصلي صلاة الجمعة بالسفينة، قال ماكو مانع
راحت مصلي. يقول احنا وقفنا صلينا بالسفينه، يقول الناس كل هذول 120 نفر كلهم دائما تموا. يقول انا اخطبت خطبه الجمعه، اخطبت وصلينا وكملنا، جتني امراه مسيحيه قالت لي ماذا قلتم؟ هذا الشيء اللي سويتوه شنو؟ قلت له احنا مسلمين ونصلي. قال هذا الخطاب شنو كان؟ قلت له خطاب خطبه الجمعه. قال كنت اشعر لما تخطب تيجي فد كلمات بين الخطب بين خطبتك، فكلمات يطلع منها نور. كنت هذا اشوف اشعر في نفسي انه هذا كلام قدسي، هذا كلام مو بشري. شنو هذا الكلام؟ قلت له سبحان الله، هذا الكلام هو القران. انا كنت اقرا في اثناء الخطبه ايات قرانيه، فهاي باعتبار كان عندها ارضيه انه ترى مثل هذه القدسيه، لذا شافت هذا المعنى وآمنت وأسلمت في السفينة. فالقرآن إلفت قدسية، إلفت روحانية، ولكن لمن؟ شفاء للمؤمنين، أما ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فعليه لابد أن نرجع على القرآن الكريم ونخرج القرآن من مهجوريته. سيد الإمام رحمة الله عليه يقول بعضنا يتصور أنه إذا ضبط الحروف وعلم التجويد وقرأ علم التجويد وعرف الألحان وقرأ مثلا بألحان وفلان أخرج القرآن من المهجورية، يقول هذا اشتباه، هذا أيضا القرآن لا زال مهجورا، لأنه مهجورية القرآن والإخراج من المهجورية ليس بمعنى أنه تقرأ القرآن بصوت جميل، وإن كان المفروض أنه تقرأه بصوت جميل بألحان العرب، ولكن المهجورية هو العمل بالقرآن. المطلوب منا أنه نعمل بالقرآن، العمل بالقرآن هو المطلوب منا حتى نخرج القرآن. يقول حتى المفسرين، يقول حتى مفسرين بعض الأحيان يدخلون في التفسير الظاهري إلى مرحلة يذكرون 10 أقوال مثلا في هاي الآية موجودة، والحال هاي الأقوال كلها تبعدنا عن معنى الآية، تبعدنا عن حقيقة القرآن. المفروض احنا نجيب القرآن في واقعنا، في حياتنا، في معاشنا. القرآن يعيش وياه، لازم أنا أعيش وياه، أنه يكون حياتي حياة قرآنية. عندما الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، امساك بمعروف او معاشر بالمعروف، انا ويا زوجتي شلون معاشرتي الان؟ بمعروف او بغير معروف؟ اذا لا سمح الله الرجل يطلق زوجته يطلقها بالمشاكل بالقيل والقال والمحاكم، القران ما يقول هالشكل. القران يقول لو امساك بمعروف، لو تسريح بمعروف، اما امساك لو تعيش وياك بمعروف، لو انه اذا ما تريدها او هي ما تريد تسرحون بمعروف. يعني نفس الحياه الزوجيه اللي تكون بمعروف، الفراق ايضا والطلاق ايضا يصير بمعروف. الان طلاقنا بمعروف؟ لا، طلاقنا كلها محاكم وقيل وقال واذى، شوف مثلا جرح العواطف وما شابه ذلك، عوائل تبتلى عندما الاثنين يطلقون. والحال الاسلام يقول هالشكل، الاسلام يقول لو امساك بمعروف، لو التسريح، التسريح الطلاق، تسريح بمعروف، تريد تسرحها بكل أدب بكل أخلاق، تعطي حقوقها وتسرحها بكل محبة، ما نتوالم فعلا، مو صلاح أنه نديم هاي الحياة مثلا، وما يخالف. أكو طريق آخر طريق بالنسبة إلى الحياة الزوجية، كل الطرق استعملناها ما نجحت، آخر طريق هو التسريح، لكن تسريح بمعروف هذا هذا هذه يعني هذه معاشرة قرآنية، هاي حياة قرآنية. احنا لازم نصير حياتنا هالشكل، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. شنو يعني؟ زوجتي لباس لي وانا لباس لها، يعني شنو؟ اللباس شنو فائدته؟ اللباس شنو فائدته؟ انا البس ثوب بالعزاء البس اسود، بالفرح البس ابيض، يعني شنو؟ يعني زوجتي بهمي وبغمي تشاركني، انا اشاركها في همها وغمها، كما شاركني في افراحي، انا ما اشاركها بافراحها، لانه هي لباس وانا لباس. أنا أزينها وهي تزينني، أنا أشاركها بالهم والغم والفرح والسرور وهي تشاركني، باعتبار زوجين شريكين في الحياة. هاي حياة قرآنية. في الحر والبرد يقين اللباس مثلا، أنا بالصيف ألبس لباس خفيف لكن بالحر ألبس لباس ثخين. يعني حالات المرأة والرجل تقدر تستخرجها، أصول ورموز الحياة الأسروية السعيدة وحقك تقدر تستخرجها من هاي الآية، بس يحتاج تفكر وتأمل وخلفية ثقافية، يحتاج خلفية علمية، بحيث أنت تستخرج كل حياتك الزوجية من كلمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هاي صار حياة قرآنية. فنحن لابد أن نرجع
إلى القرآن الكريم حتى أنه تكون حياتنا حياة قرآنية. لكن أكرر مرة أخرى، قرآن مع أهل البيت، أهل البيت مع القرآن. جماعة قالوا أول حسبنا كتاب الله، قال لهم جيبوا جواد أكتب لكم الحقيقة أنه من بعدي لن تضلوا أبدي أبدا. قال لن تضلوا أبدا، هاي قائلها قبل الرسول الأعظم. إذن إشارة إلى الثقلين، رح مرت لاخ يأكد ويكتبها. هسه إذا كان قولي يمكن بعدين ننكرها، أما إذا كان كتابة ورسالة بعد ما يمكن أن ينكر. لذا قالوا السياسة اقتضت أنه قالوا لا 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 لا، يكفينا كتاب الله، مري مري تكتب لنا يا رسول الله. الآن إن الرجل لا يهجر، الآن هذا مريض وما له خلق ومعذور، لذا حكاياته ما ينحسب الحساب والعياذ بالله، مع أنه لا ينطق عن الهوى. لكن الجماعة قالوا لا، السياسة اقتضت أنه لا تفتح له، لا تفتح هذا الباب علينا. لذا قالوا حسبنا كتاب الله. هسه قالوا حسبنا كتاب الله، وراء 40 سنة، وراء 40 سنة، وراء 50 سنة، وراء 60 سنة، ماذا قالوا عند شهادة الإمام الحسين؟ ماذا قالوا؟ قال لا خبر جاء ولا وحي، أنكروا حسبنا كتاب الله. لذا احنا حسبنا كتاب الله ما نقبله، لأنه بالأخير ننكر كتاب الله. احنا نقول كتاب الله وأهل بيت عترت، وسنتهم هاي موضوعة على رسول الله، ماكو سنتي. إنما حتى لو كان أكو سنتي، سنتي اللي جابوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وسنتي يعني أهل البيت الذي قاموا بسنة رسول الله، بهدي رسول الله. فحينئذ لابد أن نأخذ بكليهما، بالعروتين، بحبل الله المتين كتاب الله، والعترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، والدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.